روبرتسون طبعا ده طبعا باك شمال ليفربول، بيقول ان احنا لدينا افضل حارس في العالم ومتخصص اسيست صلاح. طبعا بيتكلم بعد طبعا المدافع الاسكتلندي روبرتسون بعد طبعا المباراة امام المان سيتي، وقال ويمدح كثيرا كثيرا في زميله طبعا البرازيلي في الفريق أليسون بيكر حارس مرمى الريدز بعد تألقه اللافت طبعا خلال مباراة المان سيتي في الدوري الانجليزي وعملية الاسيست. يمكن قال، وطبعا حضراتكم كلنا تابعنا الاسيست الرائع اللي عمله لمحمد صلاح. أليسون بيكر طبعا قائد الفريق وقاد الفريق في الفوز بشكل كبير جدا، عمل اسيست اكتر من رائع، وخلي بالكم مش اول اسيست على طول. أليسون محمد صلاح اتكررت كثيرا في بعض المباريات في البريمير ليج، نفتكر نفس الاسيست في مباراه المان يونايتد وليفربول والاستغلال الامثل لنجمنا الكبير محمد صلاح لهذا الاسيست. طبعا يعني روبرتسون بيتكلم بشكل كبير جدا وبشكل رائع على حارس مرمى طبعا الرائع طبعا حارس مرمى ليفربول، وقال في التصريحات النهارده انه لدينا افضل حارس مرمى في العالم واعتدنا منه على مساهماته معنا في اهداف الفريق. وكمان اوضح روبرتسون ان أليسون بيكر بيقدم عروض رائعه ومفيش شك ان هو الافضل على مستوى العالم دلوقتي، وقال ان احنا يمكن خذلناه كثيرا هذا الموسم عشان سمحنا للمنافسين بتسديدات اكتر على المرمى وما كناش بشكل واضح حائط صد بالنسبه لهذا الحارس العملاق. وقال كمان اعتقد ان أليسون هو الافضل على مستوى العالم زي ما بقول لحضراتكم بالمستويات اللي بيقدمها. كمان روبرتسون قال ان أليسون دائما ما يتخذ القرارات الصحيحه، وهذه ليست المرة الأولى التي يصنع فيها هدف لمحمد صلاح، لكن فعلها من قبل أمام مان يونايتد ومرر الكرة بشكل أكثر من رائع، وكالعادة استغلها نجمنا الكبير محمد صلاح في إحراز هدف أكثر من رائع. محمد صلاح وكيبا وفالفيردي وخفيتشا دول الأفضل هذا الأسبوع اللي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. الفرعون المصري محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين الأفضل ظهورا خلال الأسبوع الجاري في طبعا بطولة دوري أبطال أوروبا. محمد صلاح زي ما حضراتكم عارفين أدى أداء أكثر من رائع مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام طبعا ده في الجولة الرابعة، وكسب طبعا رينجرز بسباعية مقابل هدف. وزي ما بقول لحضراتكم كمان علق محمد صلاح طبعا يعني بيعانق أرقام كثيرة جدا جدا على مستوى دوري الأبطال بعد ما سجل طبعا الهاتريك في زي ما أقول لحضراتكم في 6 دقائق و12 ثانية في ريكورد يصعب تحقيقه على مستوى دوري الأبطال في أوروبا. محمد صلاح بيواصل كمان تألقه بعد طبعا الدفعة القوية اللي خدها أمام أو في هذه المباراة طبعا، وشفنا هذه الدفعة متمثلة في هدف الفوز أمام طبعا غريمه التقليدي المان سيتي بهدف قاتل في يمكن الدقيقة 80. وطبعا وضع يعني حساب بطولة دوري أبطال أوروبا، وضع طبعا عبر الويفا صورة لأربع لاعبين يتصدرهم محمد صلاح، وقال إنهم أصحاب الظهور الأفضل في نهاية هذا الأسبوع. ضمت الصورة طبعا بجانب محمد صلاح الأرجواني طبعا فالفيردي لاعب طبعا وجناح الرائع لفريق ريال مدريد الأسباني، الحارس الدولي الأسباني كيبا طبعا حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، والنجم الجورجي خفيتشا طبعا ده نجم قادم بقوة في الدوريات الأوروبية واللاعب النجم في صفوف نابولي الإيطالي. على مستوى ميسي أكيد ميسي بينتظر كأس العالم بفارغ الصبر، لأن في اعتقادي الشخصي وهو لمح أن هذه هتكون يمكن نهاية مشواره مع المنتخب الأرجنتيني، وميسي بيرشح منتخبين للفوز بكأس العالم. كشف ميسي مهاجم طبعا باريس سان جيرمان عن المنتخبات المرشحه للفوز بكاس العالم من وجهه نظره، وحضراتكم عارفين ان شاء الله البطوله تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل في قطر وهتستمر لغايه 18 ديسمبر. ميسي قال في تصريحات لاذاعه مونت كارلو الفرنسيه، قال فيما يتعلق بالمرشحين هناك منتخبات كبرى مثل المنتخب البرازيلي والالماني والفرنسي والانجليزي والاسباني،
ويعني يعني وقال مش متأكد في كمان بعض المنتخبات ممكن أكون نسيتها، لكن قال كمان علي اختيار منتخبين أعتقد أن هذا المنتخبين سيكون أحدهما هو بطل العالم. قال المنتخب البرازيلي مرشح بقوة ومنتخب فرنسا هم أكبر المرشحين للفوز بكأس العالم. حضراتكم عارفين ميسي ودع طبعا مونديال 2018 مع منتخب الأرجنتيني من دور ال 16 بعد طبعا الخسارة 4-3 أمام المنتخب الفرنسي اللي توج طبعا بهذا اللقب مع نهاية المونديال على حساب كرواتيا. كمان ميسي صرح وقال ان مونديال 2022 سيكون الاخير في مسيرته كلاعب، وكان طبعا النجم الكبير بتاع برشلونه قريب من الفوز زي ما اقول لحضراتكم، وكان قريب جدا من الفوز في كاس العالم 2014 في البرازيل لما خسر طبعا الارجنتين النهائي امام المانيا 1-0.